سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. ودلوقتي معادنا مع فقره السوشيال ميديا اللي هنتابع فيها اهم واخر اللي قالوا نجوم الكوره على صفحاتهم الرسميه على السوشيال ميديا. هنبتدي مع كابتن اسلام الشاطر نجم النادي الاهلي السابق اللي نشر على تويتر صوره للبيان وعلق وقال: بيان محترم وشديد اللهجه ضد الاخطاء التحكيميه. كمان المنتج والسيناريست دكتور محمد العدل كتب على تويتر: بيان مجلس اداره النادي الاهلي حاجه محترمه، كيف تحصل على الحق بالقانون وبالاساليب الدوليه دون تجاوز، برافو الخطيب ورفاقه. كمان الفنان نبيل الحلفاوي في صفحته على تويتر قال: بيان محترم وقوي من النادي الاهلي بشان الفضيحه التحكيميه الاخيره ولا يتجاوز الحدود المشروعه. كمان المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي نشر النهارده صوره قديمه ليه مع كابتن محمود الخطيب من 25 سنه وعلق عليها وقال: من ارشيف الذكريات الصوره دي من 25 سنه، عمر كبير في حب الاهلي. نروح بقى لمحترفينا في الخارج وهنبتدي طبعا مع المدير الفني الجديد خافير أجاري، وصورة نزلت لي مع محمد النني وكتب عليها: سعدت جدا بمقابلة مستر أجاري اليوم، أتمنى التوفيق لي وإن نحن ننجح سوا مع المنتخب الوطني. كمان كابتن زكريا نوصف وجه رسالة لدعم محمد صلاح بعد الإعلان عن اسمه ضمن الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم على تويتر، وقال: لا حديث عندي إلا عن محمد صلاح، أفضل لاعب في أفريقيا وإنجلترا ومن أفضل ثلاث لعيبة في أوروبا والعالم، إنها البداية وليست النهاية لتكون أحد أساطير كرة القدم في العالم، لا تجعل أحلامك النهاية، دعمي بلا حدود. كمان كابتن مجدي عبد الغني على تويتر كتب: وجود محمد صلاح ضمن أفضل ثلاث لعيبة في العالم إنجاز كبير، أتمنى لي كل التوفيق. أحمد المحمدي كمان لاعب أستون فيلا الإنجليزي كتب على تويتر: تستحقها، كلنا فخورون بك يا صلاح. كمان عالميا بقى نشرت صفحة رسمية للفيفا على تويتر تهنئة للاعب المغربي حكيم زياش بعد ما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي، وكتبت: تهانينا للدوري المغربي حكيم زياش لاعب آيكس أمستردام الهولندي، الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في الدوري الهولندي 2018. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على الفيسبوك فيديو تحت عنوان: عندما تخرج للملعب وترى أفضل وأكبر مشجعينك. الفيديو ده فيه لعيبة برشلونة بيقابلوا ولادهم في الملعب بيتصوروا معاهم. تعالوا نشوف الفيديو. نشرت صفحة برشلونة على الانستجرام صورة للنجم ليونيل ميسي بعد ما تم استبعاده من القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم، وكتبت: لا شك لدى جماهير البارسا إنه الأفضل. كمان الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد على الفيسبوك فنشرت فيديو للحظات تتويج لعيبة الفريق أو لاعب الفريق لوكا مودريتش راموس ونافاس بجائزة الأفضل في أوروبا، وكتبت: لحظات رائعة للاعبين الفائزين بجوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. تعالوا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. Modric. Cuando empiezo a jugar fútbol yo siempre soñaba grande, quería llegar a máximo, confiaba en mí, trabajaba duro por eso
y gracias a Dios estoy aquí. Como has dicho, parece surreal todo esto que está pasando, pero muy agradecido a todos que me ayudaron en este camino y nada, estoy viviendo mejores momentos de mi carrera. Este año ha sido año de sueño y ojalá se repite algo similar, sobre todo con Real Madrid. Y nada, hay que seguir trabajando y dándole todo como ha hecho toda la mujer. كمان نشر اللاعب جاريث بيل لاعب ريال مدريد الاسباني صور لي على انستغرام لهدفه في مباراه ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا واللي تم ترشيحه لجائزه بوشكش كافضل هدف وقال ان هو فخور بترشيح هدفي لجائزه بوشكش 2018 احراز مثل هذا الهدف في الحدث الاكبر للكره العالميه كان حلم متحقق. اخيرا بقى مع النجم زين الدين زيدان واللي نشر صوره لي او انتشرت لي صوره على صفحه يلا كوره على تويتر صوره للنجم الفرنسي في محل من المحلات وكتبت مهما حققت انجازات في كره القدم ستجلس وتنتظر زوجتك وهي تتسوق. دلوقتي بقى معانا مع فاصل سريع ونرجع بعد كده هنستقبل معاكم ضيفنا النهارده استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي.